أنا في اعتقادي كابن استقلال يجب طرح الفكرة في المؤتمر القادم في تغيير قسم حزب جبهة التحرير الوطني. جبهة التحرير الوطني نتركها ونؤسس اسما جديدا ومناضلين ونؤمر الشباب، لأن الشباب اليوم ليس شباب 1954، الشباب اليوم في التكنولوجيا، الإعلام والاتصال، الشباب اليوم يبحث عن العمل، عن السكن، عن التطوع، عن الحياة الكريمة. هناك دولة وجب أن تبنى وتستمر، ليست الاسم. الاسم مثلا في فرنسا كل الأحزاب التقليدية ذهبت، هناك حزب جديد وأخذ الأغلبية. المهم هو الشرعية الانتخابية للشعب. الشعب حينما يريد شخص سينتخبه، سواء ينتمي للحزب هذا أو للحزب الآخر. أنا مع الفكرة أنه تطرح في المؤتمر القادم، ويتم التنازل على كلمة جبهة التحرير ونسميه تسمية أخرى، ونذهب إلى بعيد مع الشباب 2019.